السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الناس الجديدة اللي معايا، أنا اسمي نادية، يا رب القناة تكون بتعجبكم وبتستفادوا منها. طبعا احنا عملنا المرة اللي فاتت منيو لأكلات الأسبوع، أكلات قصدي رمضان. كنا عاملين ان أكلات يعني متوسطة، فيها لحوم، في أيام فيها لحوم، في أيام ما فيهاش لحوم، بس كان فيها نسبة لحوم عالية. وقلت لكم هعمل لكم واحد اقتصادي، النهارده عملت لكم بقى واحد ان شاء الله اقتصادي كده على قد الايد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. في كميه لحوم مناسبه يعني مش كتيره، عشان الناس الميزانيه ما تسمحش ان هي تاكل لحوم كتيره. برضو هعمل لكم واحد تاني اقتصادي خالص برضو ان شاء الله، بس هعمل لكم بعد كده بالاسبوع علشان ما يبقاش طويل، يعني كل اسبوع هعمل لكم منيو اسبوعي، ولو عايزين اعمله لكم بالاسعار قولوا لي اعمله لكم بالاسعار. تمام، هنا اول يوم معانا هنا من اكلات اسبوع زي ما قلنا رمضان كله ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين كده، اللي هم بلغنا رمضان، لا فقدين ولا مفقودين، واحنا في احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين. هنا معانا اليوم الاول هنعمل فراخ ومحشي وسلطه، ماشي؟ الحلو هيبقى طبعا اللي عنده امكانيه يجيب بط، يجيب حمام، كل الكلام ده كله يجيب، ما فيش اي مشكله، كل واحد حسب ميزانيته، بس انا عامله المنيو ده اقتصادي على قد ما اقدر. اليوم الاول قلنا فراخ ومحشي وهنعمل شويه سلطه. الحلو هنعمل شويه كنافه بالكاسترد بقى، بالمكسرات، بالمهلبيه، اي حاجه زي انت عايزاه. وهنعمل عصير تمر، تمام، اللي هو التمر البلح يعني. اليوم الثاني هنعمل، هيبقى معانا نفس الاكل اول يوم، احنا بنبقى عاملين كميات كبيره بقى، فهيفيد معانا بقى في نفس الاكل لتاني يوم. هنعمل نفس الاكل، نحمر بقى جنبهم شويه بطاطس او شويه شوربه لسان عصفور. تمام، لو انت الاكل ما كفاش معاكي او حاسه ان هو كميته مش هتقضي كل العدد اللي عندك، هتعملي جنبه صينيه جلاش حتى لو بالجبن. تمام، تاني يوم باقي الكنافه وعصير خروب. عملنا زي المنيو اللي فاتت، الفاكهه الحلويات بنعملها يوم ويوم عشان طبعا السكر غالي. العصير خروب، طبعا عصير رمضان بقى الحلوه الجميله دي لازم نكتر منها في رمضان، احنا بنشرب الفاكهه طول السنه، عصير فاكهه بنشربها طول السنه عادي، بس بنكتر بقى من في رمضان العصير بتاعتنا الحلوه، القمر الدين والخروب والكركديه والحاجات الحلوه دي. تمام، هنا اليوم الثالث معانا ان شاء الله هنعمل مثلا مكرونه ورستو وسلطه. الرستو اللي هو مثلا هتعملي ربع لحمه مفرومه على عدد افراد الاسره، انت لو عددكم كبير هتعملي نص كيلو، بس هو النص كيلو ده بيكفي 10 افراد، انت هتعملي ربع كيلو انتوا عددكم 4 5 افراد. تمام، وهتعملي شويه سلطه. هنعمل الحلو، هنعمل بقلاوه وجلاش والعصير قمر الدين. اليوم الرابع هنعمل فاصوليا بيضه، طبعا الفاصوليا البيضاء اصلا فيها بروتين، هي يعني هي بروتين اصلا، فمش محتاجه انك تحطي فيها بروتين. انت عايزه تحطي بقى، الناس اللي عايزه تحطي فيها لحوم هتحط، انا عاملاها كده، عامله لكم المنيو ده من غير لحوم، يعني عاملاها النهارده دي من غير لحوم. انت عايزه تضيفي لحوم او لحمه مفرومه فبراحتك. هتعملي فاصوليا بيضاء ورز ومخلل. الحلو هنعمل باقي البقلاوه بتاعتنا وعصير تمر الهندي. اليوم الخامس هنعمل كبد وقوانص، ماشي، كبد وقوانص طاجن، هتعملي طاجن كبد وقوانص بالبطاطس بمكعبات البطاطس، بيبقى حلو جدا، وطاجن حلو وشيك كده وطعمه بيبقى حلو جدا، وشويه رز. الحلو هنعمل قطايف، العصير هنعمل باقي العصير بتاع التمر الهندي. اليوم السادس معانا هنعمل كشري مصري ودقه والصلصه بتاعت الكشري. الحلو هنعمل باقي القطايف اللي احنا عملناها قبلها بيوم، والعصير هنعمل بلح باللبن. اليوم السابع هنعمل سمك، طبعا السمك في ناس كتيره ما بتدخلش سمك في رمضان خالص، يعني في ناس كتيره في رمضان بتقضي رمضان كله من غير سمك، وفي ناس بتدخله مره واحده او مرتين في رمضان. انا اعمل لكم متوسط، اعمل لكم مرتين في رمضان على اساس ان الناس ما بتحبهوش، دخليه حتى لو مرتين، انا عارفه ان السمك غالي، فانا مالي ده اقتصادي ما رضيتش ازود فيه كميه السمك، لان السمك طبعا بيكلف يعني، فانا عملت لكم مرتين بس في رمضان. اليوم السابع لان انت بقى عايزه تزودي كميه السمك هتشيلي اي يوم تاني وتحطي بداله السمك. اليوم السابع هنعمل سمك صينيه، ممكن تجيبي مكاريلا او اي نوع سمك تعمليه صينيه، وهتعملي شويه رز وشويه بابا غنوج وشويه سلطه. الحلو هنعمل بسبوسه والعصير هنعمل كركديه. بعد كده اليوم الثامن هنعمل مسقعه وكرنبيت وسلطه. تمام، الحلو هيبقى باقي البسبوسه وعصير كركديه. اليوم التاسع هنعمل نجريسكو، صينيه نجريسكو حلوه كده، ممكن تجيبي بقى اللي عندك فراخ مفرومه، فراخ حتت صغننه، عندك اي حتتين فراخ هتعملي بيهم النجريسكو، بقى عندك اي بواقي فراخ في الفريزر او حاجه هتطلعي تعملي بيها النجريسكو دي. ممكن لو انت عايزه تعمليها من غير فراخ خالص هتعمليها بشويه زيتون وشويه فلفل كوبي وفلفل الوان، لو عندك حتتين مشروم الكلام ده كله تعمليها، ومش لازم تحطي فيها فراخ، بس انت لو عندك حتى شريحتين فراخ ممكن تعملي بيها.
هنعمل جريسكو وبطاطس محمرة. الحلو هنعمل زلابية والعصير برتقال بالجزر. اليوم العاشر هنعمل قلقاس ورز وسلطة ومخلل، يا سلطة يا مخلل يعني اللي انتوا بتحبوه. ماشي. الحلو هنعمل باقي الزلابية والعصير هنعمل جوافة. اليوم الحداشر هنعمل صينية بطاطس بالأجنحة. لو انت بقى عايزه تشيل الاجنحه وتحطي دبابيس، تحطي وراك، تحطي فراخ، اللي يعجبك. بس انا عامله لكم صينيه بطاطس بالاجنحه وشويه رز بالشعريه او رز ابيض، ما بقتش ايه تفرق محصله بعضها، كله بقى بسعر واحد. الحلو هنعمل صوابع زينب والعصير خروب. اليوم ال 12 هنعمل كشري اصفر وبيض مدحرج او بطاطس، يعني كشري تعملي جنبها بطاطس محمره يا تعملي جنبها بيض مدحرج حسب ما انت عايزه. الحلو هنعمل باقي صوابع الزينب والعصير رمان بالبنجر. طبعا البنجر فوائده كتيره جدا، دخليه بقى في السلطات بتاعتك، دخليه في العصاير مثلا اللي لونها احمر زي الفراوله والرمان، بيبقى مفيد جدا لاولادك وخصوصا ان هم صايمين. اليوم ال 13 هنعمل حواوشي وبطاطس محمره. طبعا الحواوشي على حسب عدد كميه الاسره، ممكن لو ربع كيلو انتوا اسره صغيره ممكن ربع كيلو ضعف كميته بقى بالبصل وكده، لان اصلا الحواوشي بيبقى نص كميته بصل ونص كميه بتاعته اللحمه. وممكن برضو تحطي بيكنج باودر كده هتخلي العجينه ما تكشش معاكي في الرغيف. الحلو هنعمل كنافه والعصير هنعمل خشاف. اليوم ال 14 هنعمل عجه وبطاطس محمره وبدنجان، عجه بطاطس محمره وبدنجان. تمام. بدنجان ممكن بالخل والثوم بقى، بدنجان مقلي حسب ما انت عايزه. هتكتفي البطاطس المحمره والعجه فانت وراحتك. الحلو هنعمل باقي الكنافه اللي معانا وعصير مانجا وموز. اليوم ال 15 هنعمل محشي مشكل وملوخيه. والحلو هنعمل جلاش وعصير تمر هندي. اليوم ال 16 هنعمل باقي المحشي اللي هنعمل، كنا طبعا يوم 15 عاملين حله محشي مشكل كده حلوه وملوخيه. اليوم 16 هنعمل باقي باقي المحشي بقى اللي ما عندنا ده، لأ طبعا احنا بنعمل محشي بنعمل كميه منه، فهناخد باقي المحشي ده. لو عايزه بقى تزودي هتعملي جنبه صينيه مثلا جلاش باللحمه المفرومه او بالكبد والقرنس او اي حاجه عندك او حتى بالجبن. الحلو هنعمل باقي الجلاش اللي معانا والعصير كركديه. اليوم 17 هنعمل طاجن باميه. عايزه تضيفي لحمه ضيفي، مش انا مكتباها من غير لحوم. ممكن تعملي جنبها شويه رز وشويه سلطه وخلاص. عايزه تضيفي بقى شويه لحمه مفرومه فبراحتك، بس انا عاملاها من غير لحوم. الحلو قطايف والعصير كركديه. اليوم ال 18 اجنحه كنتاكي ورز مبهر. الاجنحه بتبقى حلوه جدا بتعمليها كنتاكي، بس انت اشتري اجنحه من غير ما يكون فيها العظمه دي. الحلو باقي القطايف والعصير برتقال بالجزر. اليوم 19 هنعمل مكرونه وايت صوص وبطاطس محمره. تمام. المكرونه وايت صوص ممكن تعمليها بشويه لحمه مفرومه، ممكن تعمليها بحتتين فراخ برده اللي هي بتتعمل شاورما كده، ممكن تعمليها برده من غير اي حاجه بشويه خضار. الحلو هنعمل كنافه وعصير خروب. انا بديكوا بس الافكار وانت ايه تضيفي بقى الحاجات اللي انت حسب امكانياتك والميزانيه بتاعتك. انا بحاول اخليها بس تناسب جميع ايه الميزانيات يعني على قد ما نقدر. اليوم العشرين هنعمل كفته رز ورز احمر وسلطه. الحلو هنعمل باقي الكنافه اللي معانا والعصير رمان بالبنجر. اليوم الواحد وعشرين هنعمل باقي كفته الرز اللي معانا، نحاول نزود الكميه شويه نخليها يومين عشان خاطر ايه برضو هتوفر معانا في الميزانيه كتير اكل اليومين. انا مكتر لكم اكل يومين كتير لانه بيوفر معانا كتير جدا يعني في التفكير وفي الميزانيه. اليوم الواحد وعشرين هنعمل باقي الكفته وهتعملي جنبها شويه سمبوسك وبطاطس محمره. اليوم الحلو هيبقى رموش الست وعصير جوافه. اليوم ال 22 هنعمل صينيه بطاطس بالصدق. لو انت جبتي ربع صدق على فكره يكفي مع صينيه البطاطس، بيرمي كميه كبيره جدا ممكن يكفي من 4 لـ5 او 6 اشخاص كمان. تمام. هنعمل صينيه بطاطس بالصدق ورز ومخلل. والحلو هيبقى باقي رموش الست والعصير هنعمل دوم. اليوم الوقت 23 هنعمل سبانخ ورز ومخلل. انت برضو عندك لحمه مفرومه عايز تحطي معلقتين حطي، ما عندكيش خلاص يبقى هنعمل سبانخ ورز ومخلل. الحلو هيبقى جلاش بالكاسترد اللي هو جلاش الواحد ده اللي هي بتعمليه الواحده كده بتطبقيها وتحشيها جلاش وبتعمليها على الطاسه على النار. هنعمل جلاش كده بالسكر البودره يعني، وهنعمل عصير صوبيا. اليوم ال 24 هنعمل مكرونه بشاميل وسلطه. العصير هنعمل فاكهه والحلو وزلابية. اليوم ال 25 طبعا المكرونه بشاميل احنا مش بنعمل جنبها اي حاجه دلوقتي، بنعملها هي مكرونه بشاميل كده بس، بتحشيها لحمه بقى مفرومه، بتحشيها فراخ مفرومه، اي حاجه عندك. اليوم ال 25 هنعمل سمك ورز وسلطه.
ماشي. ده تاني يوم للسمك معانا، اي سمك بقى، نوع بقى، تجيب سمك بحر، سمك مشوي، سمك مقلي، اي نوع سمك انت بتحبيه. العصير هنعمل خروب والحلو والليش. اليوم 26 هنعمل شكشوكة وشوية بننجان كده بقى بالخل والثوم أو بطاطس مهروسة اللي يعجبك، وهنعمل معاه الحلو، هيبقى باقي الجلاش اللي معانا والعصير أي نوع فاكهة عندك متوفر. اليوم 27 طبعا احنا ابتدينا بقى في الأكلات السريعة، لأن الأيام دي بتاعت الكحك بقى، ونلم الشقة كده عشان العيد، كل سنة وانتم طيبين. فنعملكم أكلات سريعة اللي هي الشكشوكة، وبعد كده اليوم 27 هنعمل برجر، ومعاه طبعا هنعمله في البيت، أو لو أنت جايباه عندك في الفريزر يبقى تمام. البرجر هتعملي برجر ومكرونة أو برجر سندوتشات وسلطة. والحلو هنعمل رز بلبن والعصير تمر هندي. اليوم 28 هنعمل كبدة اللي هي كبده اسكندراني، او كبده اللي هي الكبده يعني عادي بتاعت الجاموسه. هنعمل كبده، تعملي سندوتشات مع بطاطس محمره، او هتعملي كبده ومكرونه. الحلو هنعمل باقي الرز باللبن اللي معانا، والعصير برضو باقي تمر الهندي اللي معانا. اليوم 29 هنعمل بطاطس بانيه. البطاطس بانيه بتبقى حلوه جدا، هتعملي بطاطس بانيه، وممكن تعملي معاها شويه مكرونه، او تعملي معاها شويه بدنجان وبطاطس مهروسه وكلام من ده. بس من رايي تعملي جنبها شويه مكرونه عشان تبقى اكله مشبعه، ويبقى بطاطس بانيه وهنعمل شويه مكرونه. الحلو هيبقى طايف والعصير جوافه. اليوم ال 30 هنعمل بقى ايه، ممكن تعملي مثلا بصاره، ممكن تعملي بقى سندوتشات كده بطاطس سوري، اي حاجه عندك متوفره بقى تعمليها. انا كاتبه لك سندوتشات بطاطس سوري، البطاطس بتحشيها توميه وبتلفيها بسندوتشات، او هتعملي مثلا بصاره مثلا، اي حاجه ايه سريعه عندك يعني. احنا خلاص ده كده اخر يوم بقى، وتاني يوم العيد كل سنه طيبين، فمش هنعمل اي اكله يعني مكلفه يعني. الحلو بعد كده هنعمل باقي القطايف اللي معانا، والعصير هنعمل عصير دوم. تمام، يا رب تكون المنيو عجبكم واستفدتوا منه. ولو عايزين بعد كده اعمل لكم منيو بالاسبوع اكتبوا لي في التعليقات اعمل لكم منيو بالاسبوع، ولو عايزين اعمله لكم بالاسعار كمان اكتبوا لي برده في التعليقات اعمله لكم بالاسعار بالميزانيه يعني بتاعته، فاكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين ايه بالظبط. ما تنسوش بس اللي ما اشتركش في القناه شرفوني بالاشتراك في القناه، واضغطوا على زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.